ما خايفين من اي زول والله، لانه ده دين. نسال الله ان يرضى من فوق العرش. تاني بعد ده ليهلك جميع من في الفرش. تاني ما له ماله ديل القادريه ململمين بيجاي ساول لهم طريقه، زول ما قادر يتكلم فيهم، ناس ملاوزه ما عارف الحاصل شنو ما عارف. يا اخي يسووا معهد يطلعوا 100 داعيه الى الشرك ودعاة التوحيد، نمشي مساجد يخنقونا يخنقونا. ليه المحاضره تكون في بيت؟ ليه تكون في بيت؟ المساجد مالها؟ تمشي مسجد تقول الله واحد، ما تنادوا البرعي يدفروك للباب، يقولوا عصبجي، ويقولوا ديل جماعة التجريح، ويجرحك انت وعينه للصوفي خليه. والصوفي يدعو إلى الشرك بالله تعالى وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب أي ما شغل قدام انت قايل حد الدنيا ديل أول شيء بتاع عند دجل قبل أجيك للشرك. صفحة 114 من الكتاب ده قال بسم الله الرحمن الرحيم، ده قال ورد اسمه ورد الظهر ويسمى حزب السريانية. هذا ماله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو وسلم. اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة، شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب الأرضين والسماوات، كاشف الكروب، علام الغيوب، ومخرج الحبوب. لحد هنا مش كلام واضح؟ شوف الجوباك جايك ده بتاع الجماعة ديل، عشان ما ترجف تقول لي ليه شديد عليهم كذي، شديد عليهم ما لخبطوا دين المسلمين. طريقة قال قادرية، شباب خاشين بغادي، نساوين غلبتهم الشغلة برضو ما شاد بغادي، شابات بغادي، المجنون يودوا للجماعة ديل، ما الداري سافر الشيخ أدعو لي شوف لي يا زول شغلت دم جوبك. شوف الشغلة دي قال ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب. تفاهم شيء؟ مش هبوب دي مفهومة؟ الكتاحة جاية ما بدت هبوب، والكتاحة جاية. قال بهبوب هبوب بلطف خفي، يا الله يا الله يا الله، بصعصع صعصع والبهاء والنور التام، بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب، يا الله يا الله يا الله، حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء. تفاهم شيء؟ جيب لي صوفي اشرح لي سهسهوب دي، واشرح لي كهوب، واشرح لي طهطهوب، واشرح لي حم حم. والله ده يا اخي انت وصعصعين حم حم، نحن حمام، انت ليه اختغوش المسلمين كذي؟